وقفت امبارح قدام جمله قالها في حواره في اسال الرئيس، لما قال انه لن يقبل وصول اي حد فاسد الى مقعد الرئاسه، وكان الرئيس كان يشير بالبنان الى شخص بعينه. من هو لا نستطيع ان نقول، لان احنا ما نعرفش، لكن كلام رئيس السيسي في هذه الجمله لا يمكن ان انا اعديه كده بمرور الكرام. خلونا نسمعه وبعدين نعلق عليه. في اراده سياسيه حقيقيه في مواجهه الفساد في مصر، ولا يتم التعامل معاه ابدا بالحته اللي من اول انا، فما دون اللي يغلط طبقا للقانون يتحاسب. وده في حد ذاته يعني الدعم اللي احنا بنقدمه من كل اجهزه الدوله الرقابيه في هذا الموضوع ده امر مش يعني، هل تعتبره انه مش كفايه؟ الاراده السياسيه ثم الدعم للاجهزه الرقابيه، مفيش موضوع بيتم فيه تجنيبه او ايه، طب خلي ده دلوقتي، صدقوني ما بيحصلش كده. فده امر احنا حارسين عليه، ولكن في الاخر مفيش ابدا دوله فيها 100 مليون مش هيبقى فيها يعني فساد يعني. لا، بس احنا عايزين نوصل للنسب اللي هي العالميه اللي هي ما فيش بشر بلا اخطاء. طيب مش هو ده المقطع؟ وبطلب من زملائي ان هم يجيبوا لنا المقطع، كانت في حوار الرئيس في بالظبط. هل معانا الجزء ده يا جماعه؟ طيب في حوار الرئيس في اسال الرئيس، وحدد وقال بوضوح انه لن يقبل وصول اي شخص فاسد الى مقعد الرئاسة، والقضية مش تختاروني او ما تختارونيش، لكنني لن اقبل انه يجلس فاسد على هذا المقعد، وكأنه يشير الى شخص بعينه. نسمع، اتمنى يكون هو ده المقطع السليم. اختاروا جيدا، بدل ما تقولوا يا ترى اللي جاي هيعمل ايه، اللي جاي هيعمل ايه ولا على اختياركم. اخترتوا ناس كويسة هيعملوا كل حاجة كويسة. ما ربنا ما وفقكوش في الاختيار. أنا لو أقدر أمنع الفاسد إنه يتولى أمركم كنت منعته. لو أقدر، وأنا عارف الفاسدين، عارفهم كويس. لكن بأمانة المسؤولية وهم سامعيني، اللي هيقرب من الفاسدين يحذر مني، اللي هيقرب من الفاسدين من الكرسي ده يحذر مني. محدش يقول الكلام ده خالص، مش كده؟ لا، انا كنت عارف كويس قوي الصالح، وانا مش هبقى حكم عليكم او حجر عليكم يا مصريين في اختياركم، اختاروا اللي انتوا عايزينه. لكن في ناس انا عارفهم فاسدين، لن اسمح لهم بالاقتراب من الكرسي ده. ابقى انا عارف انه كان حرامي واجيبه هنا واسكت، ده ربنا يحاسبني. انه كان فاسد واسيبه، ده ربنا يحاسبني، مش انتوا اللي تحاسبوني، ربنا يقول سكت ازاي. لكن انتوا واحد، انا ناس افاضل تختاروا منهم، ربنا يا رب يوفقهم. ولا ليا، انا ارجو اني ما اكونش تجاوزت وانا بقول الكلام دوت، صحيح. بس انا مصر اعز واشرف واكرم واكبر من يتولاها ناس مش كويسه. في خطابات كثيره بنسمع الرئيس بينفعل وبيبقى غاضب، والحقيقه انه اغلب غضبه ده كان بيبقى له علاقه لما بيحصل حوادث ارهابيه، لما بيسقط جرحى، لما بيسقط شهداء، ده بيبقى قمه غضبه. لكن المره دي في هذا الجزء حول الفساد، وكانه يشير بالبنان الى اشخاص بعينهم هو يعرفهم.
وكلامه مقلق الحقيقة، أن هناك من الفاسدين من يحاولون أن يقتربوا من مقعد الرئاسة، وهو يقول أنه ربنا هيحاسبني لو أنا سمحت بهذا، تختاروا بين ناس محترمين ده شيء معروف يعني مقبول، واختاروا وانا لن اكون حكرا عليكم، يعني انا مش هفضل قاعد معاكم بقيه العمر، انا مش حكر عليكم، لكن لن اسمح للفاسدين بالاقتراب. ازاي؟ ده طبعا سؤال مهم جدا، كيف لن يسمح الرئيس بالفاسدين؟ يعني لو واحد منهم مترشح ماذا سيحدث؟ يعني ازاي هيحصل ده؟ اتنين، من هم؟ الحقيقة دول سؤالين طرقوا في بالي فورا سمعت هذه الجملة اللي أنا الحقيقة مش عارفة إجابتها.